السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة والمباشرة من قناة الريان للمؤتمر أمريكا والعالم الإسلامي أو منتدى الإسلامي وأمريكا. فحياكم الله مشاهدينا الكرام، وبرعاية سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يفتتح بعد قليل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أعمال الدورة 11 من المنتدى أمريكا والعالم الإسلامي، واللي راح تناقش عدة مسائل تفرض ذاتها دائما هذه المسائل على المشهد السياسي في العالم. تأتي في مقدمتها قضية الإسلام والدمج محورا رئيسيا لهذا المنتدى، ويجمع المنتدى على مدى ثلاث أيام مسؤولين حكوميين أمريكيين ومسلمين وقادة من دينيين ومديرين تنفيذيين وفنانين وأكاديميين وصحفيين، وذلك لعقد اجتماعات مكثفة تتناول خمس قضايا أساسية هي التوترات القائمة في المجتمعات الإسلامية وبين الدول ذات الأغلبية المسلمة، القرب واستيعاب التنوع الديني، مستقبل الولايات المتحدة والشرق الأوسط، والصراع في سوريا، مستقبل القضية الفلسطينية أيضا حاضر في هذا المنتدى الذي عقد دورته الأولى في الدوحة عام 2004 أثر هجمات 11 سبتمبر بهدف مد جسور التفاهم بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي بشكل عام. تنظمه اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بالتعاون مع مركز سابان التابع لمؤسسة بروكينز، ويختتم عادة بتقارير حول تعزيز فرص التعاون بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستديو في هذه التغطية الخاصة السيد محمد حجي نائب رئيس تحرير صحيفة العرب. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. حياك الله. في البداية، يعني هذا المنتدى الذي يوصل إلى عامه 11، إيش الأهداف اللي تأسس من أجلها هذا المنتدى، بالذات أن هذا المنتدى أتى بعد هجمات 11 سبتمبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد يعني من الضروري جدا أن تشهد المنطقة وبشكل خاص الآن في قطر عقد مثل هذه اللقاءات، كون أنها تحظى بأهمية لما تشهده المنطقة من تحولات، طبعا مثل ما تفضلت من 11 سبتمبر إلى الوقت الآن اللي إحنا نعيشه في ظل ثورات الربيع العربي. طبعا هناك قضايا عديدة من أجلها عقد هذا المنتدى في وقتها، ممكن بعد التحول اللي حصل بعد 11 سبتمبر، يعني ما يميز هذا المنتدى بأنه لم يفضل على قضايا معينة، ولكن تطور مع تطور الأحداث وتجدد القضايا التي تمس المنطقة بشكل عام. إذا احنا بنيجي نركز بشكل أساسي على يعني الأهداف الأساسية، طبعا أنت لما يكون هناك حوار مع صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية يتم نقاش حول القضايا التي تمس العالم الإسلامي والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالتأكيد هذا سيكون له دور إيجابي في مسألة خلق أجواء مناسبة. وأنا أعتقد أنه يعني استمرار هذا المنتدى لهذا العام الآن 11 بالتأكيد أنه هو ساهم في خلق بيئة مناسبة لأن تكون هناك أجواء مناسبة للنقاش، خصوصا أن نحن نلاحظ أن هناك يعني العديد من القطاعات التي تشارك في هذا المنتدى. هناك مد جسور أيضا، التواصل بين المجتمعين، المجتمع الإسلامي والمجتمع الأمريكي، بين كل هالمجتمعات. يمكن أيضا هذا المنتدى اللي بنتكلم عنه طبعا لابد أنه يكون هناك محاور يرتكز عليها في كل عام. يمكن هذا العام كان من ضمن هذه المحاور هي أيضا المشهد السوري، المشهد الفلسطيني، ما غاب أيضا من هذا المنتدى. برأيك أبرز هذه المحاور اللي راح تناقش في هذا العام؟ يعني مثل ما تفضلت، وأيضا يعني مثل ما إحنا نتابع سنويا هذا المنتدى، وهو يحظى على فكرة باهتمام القيادة في قطر بحكم أنه هناك حرص على أن يكون هناك حوار شفاف ما بين، يعني إذا قلنا الطرفين اللي هو العالم الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية، بحكم
يعني محاولة أطراف لتشويه صورة العالم الإسلامي مع الأسف الشديد في الغرب. فمثل هذه المنتديات، مثل هذه اللقاءات مع صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الغرب بالتأكيد ستساهم في تحسين هذه الصورة وهذا المشهد بالنسبة للعالم الأمريكي، للعالم الإسلامي، وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة. وأيضا احنا يعني نحاول ان نوضح، وفي نفس الوقت انا اعتقد انه فرصة تكون بالنسبة للمنتدى انه الولايات المتحدة الأمريكية والصناع القرار في أمريكا وفي الغرب بشكل عام يستطيعون ان تنقل لهم الصورة بشكل صحيح. طبعا هناك المحاور مثل ما ذكرت انها محمد، احنا استاذ محمد احنا متواصلين معك ايضا، ولكن ننتقل بكم مشاهدينا الكرام الى ريتز كارلتون، حيث يشرف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى هذا المنتدى في هذه اللحظات، وننتقل بكم الى هناك. اسمي تيبي كون، وبالنيابة عن معهد رؤى and our Brookings Doha Center, welcome to this 11th annual U.S. Islamic World Forum. We are deeply honored this morning by the presence and patronage of His Highness Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, the Emir of Qatar. Thank you for being here. This year, we mark the beginning of a new decade for the forum, which coincides with the new era of American engagement in the Islamic world. After a decade of large-scale American military engagement, the U.S. government launched the Northern Alliance program to develop partnerships with U.S. military forces. And for this reason, there was a change in حدود القوات العسكرية للإدارة الأمريكية في المنطقة، وقال بأن القوات العسكرية والعمل العسكري لا يمكن أن يكون فقط العنصر الوحيد في حسم الأمور، ولذلك فإن القوة العسكرية لا تعني أنها ستحل كل المشكلات. وكذلك أكد بأن الولايات المتحدة تدعو إلى عمل جماعي من خلال الدبلوماسية والتنمية من أجل الحفاظ على النظام الدولي والكرامة الإنسانية، وكذلك لتعريف السياسة الخارجية الأمريكية. إن هذا العمل الاستراتيجي يتطلب من الولايات المتحدة أن يكون هناك تعاون ليس فقط مع دول مثل قطر، وهي مرة أخرى تبين للعالم بأن تلعب دورا مهما في تسوية النزاع، ولكن أيضا تحتاج إلى حوارات مع تشكيلة واسعة من الناس من أجل التغيير السلمي. إن الولايات إن المنتدى الأمريكي والعالم الإسلامي وعبارة عن أحد الأمثلة لمثل هذه الحوارات والأحاديث، فهو فيه مسؤولون حكوميون وأكاديميون وناشطون وموسيقيون وكذلك من رجال الدين ومن كل الأديان تقريبا، واجتمعوا ليناقشوا المشكلات التي تواجه الشعوب في العالم. إن المنتدى و لم يحل الكثير، نعم، ولكنه وجد أصلا لمساعدة الحكومة الأمريكية والعالم الإسلامي لفهم بعضهم البعض، خاصة بعد أحداث 11 من سبتمبر، لأن هناك مكان يمكن أن يقدم لذلك. وبالتالي فإن هذا المنتدى يعمل على هذه الشاكلة من أجل يكون هناك أنشطة جديدة، وهذا المنتدى يتطور وأكثر وأكثر. فهناك مجموعة عمل ومجموعات عمل تنطلق وتنبثق على هذا المؤتمر أو المنتدى لكي تتعامل مع القضايا المختلفة في الدول المختلفة. وهناك أناس كثيرون قد دخلوا في شراكات من أجل التغيير في العالم. لا نريد أن تضيع منا هذه الفرصة، لذلك نحن نعمل كمجموعة ومجموعات مختلفة من رواد الأعمال والموسيقيين والعاملين في الأنشطة السياسية وغير ذلك. مجموعة العمل هذا العام تحاول أن
تحيي ما كان في تيمبكتو في مالي والتي كانت مركزا للعلم والثقافة، وكذلك كيف نعود إلى عالم تيمبكتو كمدينة في الصحراء الأفريقية وكذلك ما فيها من تراث من الحضارة والثقافة الإسلامية. معنا الرئيس المالي الذي انضم إلينا هذا العام لهذه المبادرة. في شمال مالي هناك كثير من العنف الذي تم، وهذا دليل على أن هناك يجب أن يكون هناك بحث للهوية الدينية في هذه المنطقة وفي منطقة الشرق الأوسط أيضا. وبالتالي فإن النقاشات هذا اليوم وغدا وبعد غد ستركز على هذا الموضوع، ولكن الدين يمكن أن يكون عنصرا للدمج بين الناس وخاصة في منتدى هذا العام. وبالتالي فإن هذا المحور سيقدمه لنا الألبان هنا من خلال الرئيس الألباني الذي يتواجد معنا، ونحن نتشرف بأن رئيس ألبانيا موجود معنا في هذا المنتدى. وكمثال قدمته ألبانيا، فإن الصراعات فوق الدين ليست حصرية أو ليست موروثة في الدول الإسلامية في الواقع. ففي الولايات المتحدة وأوروبا التي دائما تتعامل بالتسامح الديني، فإنها لم تتعامل على أساس التمييز أيضا. وبالتالي فإن في تراث هذه الدول كثير اختاروا أن ينظروا في هذه التقاليد لكي ينبحوا طرقا مختلفة وأخرى من أجل هذا الحوار بين المجتمعات الإسلامية والعالم في أوروبا والولايات المتحدة. إن الدين ليس السبيل الوحيد الذي من خلاله يمكن تسوية النزاع، فهناك التركيبات السياسية والعرقية وغيرها كلها قد تساعد في تسوية هذه النزاعات. وحتى أن الأديان نفسها تتعامل مع حلول غير دينية أحيانا، وهذا سوف يتم في الورشات التي تقدم لنا بما يخص الوضع في باكستان. وحيث أن هناك كثير من الاختلافات والفروقات، فإننا حافظنا عليها في هذا المنتدى من أجل أن يكون هناك تغير أو تغيير إيجابي. هذا تم تبنيه من خلال ورشات العمل هذا العام، والتي تحاول أن تعرف المبادئ الإسلامية في العدالة الانتقالية بعد أن ينتهي الصراع. أود أن أنهي القول بأن البناء البداية هي بتقديم أطيب التحيات لسمو الأمير ولمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر. وكالمنتدى بحد ذاته، فإن هذين الشخصين يقدمان مسيرة جديدة لدولة قطر، ونحن سعداء بالعمل مع دولة قطر وحكومة قطر في العقد الماضي، ونأمل أن يستمر ذلك. وأيضا نحن ممتنون مع الصداقة مع سعادة الدكتور خالد بن محمد عطية وزير الخارجية، وهو شريكنا في كل خطوة نقوم بها. والآن أقدم لكم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وهو عنصر فعال في رؤية قطر وكذلك تقدم قطر ورؤية قطر 2030. نرحب بمعالي رئيس مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، أصحاب الفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أحييكم وأرحب بكم جميعا في الدوحة لحضوركم ولمشاركتكم في هذه الدورة لمنتدى أمريكا والعالم الإسلامي، ما يعكس الاهتمام بالموضوعات اللي يعني بها المنتدى على المستويين الدولي والإقليمي. السيدات والسادة، أن العالم يمر بلا شك بفترة حاسمة تتطلب اليقظة والحذر لمواجهة التطورات والتحديات العالمية والإقليمية، لا سيما المشكلات المتعلقة بالسلم والأمن والتي تواجهنا في أكثر من منطقة في العالم. إذا شئنا مواجهة هذه التحديات بجدية، فإنه يتعين علينا ترسيخ مبدأ الحوار والعدالة
ودعم العمل المشترك، ولا يتعين أن يكون الحوار موجهاً فقط إلى نبذ الخلافات وتقريب وجهات النظر، بل يتعين أن يكون صورة سامية للتعاون البناء في مواجهة مشكلات أضال تواجه العالم كأخطار تهديد السلم والأمن وعدم تحقيق الأهداف الألفية ومشاكل التلوث ونقص المياه والتصحر والفقر وغيرها من القضايا الأخرى. وفي هذا الإطار يجب أن لا تقتصر العلاقات بين الدول العالم الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية على المصالح المشتركة، وإنما ينبغي على الشراكة في الإنسانية، ولنعمل على تقوية نسيج هذه الإنسانية التي سوف تساهم في إزالة التوترات والتناقضات من أجل عالم يسود الأمن والسلام والاستقرار لخير الإنسانية جمعاء. ولا شك أن التطورات العالمية والإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية أثبتت صحة الرؤى والأفكار التي نادى بها هذا المنتدى منذ بداية انعقاده، الذي لم يكن يقتصر على النقاش فحسب، بل شكل قواعد مهمة وحلول ناجحة العديد من القضايا الإقليمية والعالمية الهامة. السيدات والسادة، أن الإسلام دين يدعو إلى التعايش السلمي مع كل البشر في كل أماكن من العالم، ويضع لذلك المعايير الدقيقة لضمان هذا التعايش فيما تحدثت به آيات القرآن الكريم. كما أن الإسلام يحمل البشرية كلها واجب المسؤولية حماية الإنسان وضمان أمنه واستقراره وكفالة جميع حقوقه حيثما وجد. إن الواقع الذي لا يمكن إغفاله وتجاهله هو أن هناك تعاون على مستويات عديدة سياسية واقتصادية بين الدول العالم الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية، ويرجع هذا إلى أوجه الالتقاء المتعددة في العلاقات بين الجانبين والتي نستطيع من خلالها الإسهام في بناء السلام العالمي المنشود. وهذا السياق، فإن تحقيق السلام العربي الإسرائيلي يمثل أحد ركائز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولا شك أن السياسات المتعنتة للحكومة الإسرائيلية عبر الاستمرار والتوسع في عمليات الاستيطان والمحاولات المتكررة للاعتداء على المسجد الأقصى وتقديم الحلول الجزئية التي لا تصلح تحقيق عملية السلام المنشودة، كل ذلك أدى لتوقف وفشل مفاوضات السلام التي بذلت خلالها الولايات المتحدة الأمريكية جهوداً مقدرة. وتعين أن لا يحبطنا توقف المفاوضات، بل يتطلب الأمر من المجتمع الدولي وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية مضاعفة الجهود ثانية حتى يتحقق السلام وفق تسوية عادلة تستند على المرجعيات التي سبق الاتفاق عليها وفق حل الدولتين التي تتبناها المجتمع الدولي بأسره باعتباره يشكل الحل الوحيد لهذه القضية عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. حضور الكرام، أن الأزمة السورية تشكل خطراً حقيقياً على وحدة سوريا الشقيقة وعلى أمن واستقرار المنطقة برمتها، ويتطلب الأمر تضافراً جهود المجتمع الدولي للعمل على وقف إراقة الدماء وتشريد السوريين وتحقيق تطلعات المشروعة للشعب السوري. ولا شك أن هذه الأزمة بشقيها السياسي والإنساني تكشف عن عجز المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي لها حتى الآن، لذا فقد بات إلزاماً على المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن واجب التحرك العاجل والحاسم بإصدار قرارات بوقف إطلاق النار للحفاظ على أمن وحماية الشعب السوري واستقرار المنطقة بأسرها، ونتطلع إلى مضاعفة الجهود من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن. ختاماً، إنني على يقين بأن المستوى الرفيع للمشاركين سوف يغني مناقشة أعمال هذا المنتدى ويثريها بالآراء والاستنتاجات التي نحتاجها جميعاً لتحقيق أهدافنا ومصالحنا المشتركة، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في مداولاتكم ومناقشاتكم في أعمال منتدكم هذا، وطيب الإقامة في دولة قطر وعاصمتها الغراء مدينة الدوحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Your Excellency. Please join me in welcoming His Excellency Bujar Nishani, President of the Republic of Albania.
Your Highness, Sheikh, صاحب السمو الشيخ بن حمد تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. Your Highness, سعادة Prime Minister عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية. Honorable Mr. William McCants. السيد ويليام ماكانس. Heads of delegations. رؤساء الوفود المحترمين. Distinguished friends. الضيوف والأصدقاء المحترمين. And gentlemen. السيدات والسادة. I feel immensely. أود أن أعبر عن سعادتي وسروري. And at the same time. وسروري في الوقت نفسه لمشاركتي في منتدى أمريكا والعالم الإسلامي ويشرفني أن أخاطب هذا الحضور الكريم في هذا الصباح. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بتوجيه الشكر إلى سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني for the pleasant invitation على دعوته الكريمة and generous welcome والترحاب offered to me الذي قدمه لي and to the accompanying وللوفد المرافق. Seizing this opportunity, وأود أن أنتهز هذه الفرصة like also to convey لأقدم the fully deserved أجمل التهاني congratulations to the state of Qatar لدولة قطر to the Sabah Center for Middle East ولمعهد صباح لدراسات الشرق الأوسط ولمعهد بروكينغز الدوحة لرسالتهم النبيلة التي تهدف إلى بناء الجسور التواصل والتعاون القوية ما بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة وما بعدهما. الأصدقاء الأعزاء، نفخر نحن الألبان of the fact بحقيقة of living أننا نعيش في مجتمع يتسم بتعدد الديانات وأكبرها الدين الإسلامي حيث يتعايش أتباع الأديان المختلفة معا ولقرون طويلة بسلام وانسجام. The verse penned by Vaso Pasha. ولقد أصبحت مقولة المفكر والشاعر الألباني أحد أبرز شعراء النهضة الألبانية القومية. الشاعر فاسو باشا عندما قال الألبانية هي دين الألبان، وقد أصبحت هذه المقولة شعارا للشعب الألباني الذي كافح من أجل نيل حريته وصحوته القومية. وقد أصبح هذا الشعار بيانا أيديولوجيا للحركة التي حققت استقلال الدولة، كما أصبحت نداء للوحدة في الحرب ضد دعاة تقسيم الدولة الذين حاولوا أن يقسموا الدولة. وأصبح هذا الشعار يجسد التعايش الديني التقليدي وفقا للديانات المختلفة. والمسلمون والأرثوذكس الشرقيون والروم الكاثوليك وأتباع هذه الديانات يعيشون أن التعايش في انسجام قد أصبح هو القيمة الأغلى والتي تمثل وتعبر عنا والتي تنظر إليها الدول النامية الأخرى وتتعلم منها. وفي حالة ألبانيا الديانات الثلاثة مرتبطة بهذه الدولة من خلال وجودها، فالنموذج الألماني للتسامح الديني والتعايش والانسجام يخدم أيضا باعتباره ركيزة أساسية للبنية بنية الدولة الألبانية. وأبرز قادة هذه المؤسسات الألبانية والإدارات الألبانية على الدوام من دون أي تحيز ديني وحققوا هذا التوازن الذي ينعم به مجتمعنا. واليوم هذا النموذج
يمكن أن نجد هذا النموذج يتجسد ويعبر عنه في كافة خلايا ومقومات المجتمع الألباني، ولقد كان على الدوام وقد تعزز على الدوام من خلال مقاومة الدولة لعزلتها وحظر الأديان خلال الحقبة الشيوعية، وكذلك التأثيرات المختلفة التي جاءت من الخارج خلال فترة الحرب. ولكن نحتفل اليوم أعيادنا الدينية معا متجاوزين كافة الحزن والأسى الذي واجهناه في حياتنا، لكننا لم نأخذ هذه الحقيقة كمسلمة، فنحن ما زلنا واعين تجاه الأخطار التي تهددنا. فالكاتب الألباني إسماعيل خضر المشهور جسد وصاغ هذه الحساسية بقوله: إن الانسجام الديني هو في قمة البنية، ولكنه في الوقت نفسه هش وضعيف، ونحن لا نقبل ولا نتقبل أي سلوك غير مسؤول أو تناسي أو عدم اهتمام بما يجعل هذا الكيان قويا ومتماسكا. المجتمع الألباني والدولة الألبانية رغم أن الدولة هي تعمل على ضمان أن فصل السياسة عن الدين ولا يستخدم في سياق ديني في سياق سياسي أبدا، وقد برهنوا وخصوصا الشباب برهنوا على احترام الحدود الدينية واحترام بعضهم البعض، ولذلك الناس لديهم التصورات الصحيحة تجاه الأديان الأخرى بشكل يمكنهم من تعلم مما توفره الأديان واحترام الإجراءات واحترام التصرفات والسلوكيات تجاه الأديان الأخرى. والألبانيون لم يقعوا في فخ الصبغة الدينية التي سادت منطقة البلقان في التسعينيات من القرن الماضي، فالنزاعات المسلحة والعنيفة التي قادت إلى تفكك دولة يوغوسلافيا السابقة وكان من نتائجها السياسة الشوفينية الصربية والمصالح قديمة والتي تنامت في المنطقة، وكانت الأهداف الدينية وكانت الدوافع الدينية هي التي قادت إلى هذه الحرب الإثنية، وكذلك قادت إلى حشد الإرهابيين والمتطرفين والذين سعروا نار الحرب أكثر فأكثر. وكانت جمهورية ألبانيا واحدة من أوائل الدول التي اعترفت بمقدونيا، وذلك بعد انفصالها من يوغوسلافيا السابقة. والألبان في مقدونيا هم ينتمون إلى الدين الإسلامي، وحدوا جهودهم مع الأرثوذكس الشرقيون في مقدونيا وعملوا معا على بناء هذه الدولة الفتية. والألبان في كوسوفو شكلوا هذه المقاومة السلمية باعتبارها مقاربة عملية للحفاظ على إنسانيتهم ضد موجة التطهير العرقي الصربي وتحقيق استقلالهم من بلغراد. وبعد إعلان استقلال كوسوفو في عام 2008، الألبان والذين يشكلون الأغلبية في كوسوفو تعاونوا مع الصرب ومع الأقليات العرقية الأخرى لبناء الدولة الديمقراطية في كوسوفو وفقا لأعلى المعايير التي تهدف إلى حفاظ حقوق واحترام الأقليات. ورغم أن قبور الأشخاص الذين فقدوا خلال الحرب خلال العنف أعمال العنف مع الصرب ليست معروفة إلى الآن، ولكنها ما زالت حية في أذهاننا، ولعلها تقود إلى
تطبيع العلاقات ما بين كوسوفو وصربيا، وذلك بهدف خدمة المنطقة بأسرها. والألبان الذين يتوزعون في عدد من الدول بما في ذلك هؤلاء الذين يتواجدون في وادي بريشفو في جنوب صربيا وكذلك في الجبل الأسود يدعمون من دون تردد العملية الديمقراطية حيث يتواجدون، وهؤلاء يعملون على استثمار كافة الجهود في تحقيق السلام والصورة الجديدة لمنطقة الألبان. السيدات والسادة، السفير الأمريكي في ألبانيا في ما بين عام 1930 و 1933 هيرمان بنستين في تقريره إلى واشنطن كتب: ليس هنالك أي أثر لتمييز بين اليهود في ألبانيا، ضد اليهود في ألبانيا، لأن ألبانيا هي من الدول من المناطق النادرة التي يوجد فيها لا يتواجد فيها التمييز والكراهية الدينية، وكلهم هؤلاء يتعايشون رغم تواجد أديان مختلفة. ولعل هذه الملاحظة الدقيقة من هذا الدبلوماسي الأمريكي الذي هو من أصول دينية يثبت في الوقت أنه خلال الأوقات السوداء من الهوليكوست سوها الألبان عملوا على حماية اليهود المتواجدون في المنطقة، وكذلك عملوا كملجأ لجميع اليهود الذين كانوا يفرون ويهربون من البلاد التي كانت تضطهدهم. والألبان لم يسلموا أي يهودي كان متواجدا على الأراضي الألبانية. وبعد في نهاية الحرب العالمية الثانية، وعندما انهزمت إيطاليا، ألبانيا استقبلت كافة الجنود الإيطاليين الذين كانوا أعضاء في الحافل رغم أنهم كانوا يحتلون ألبانيا وحمتهم من الاضطهاد النازي. ولعل السلوك السائد هو يقوم على ميثاق الشرف، وهو ما يسمى بالبيسا، والذي هو متأصل في السلوكيات وينقل جيلا إلى جيل عبر القرون. وهذا ميثاق الشرف البيسا، وهو الذي المحافظة على العهد والحفاظ على كلمة الشرف. وفي الممارسة العملية هذا يعني هو الاهتمام بأي شخص بحاجة إلى رعاية أو يواجه مشاكل وتوفير له الضيافة والأمن. تشارلز تيلفورد إريكسون، أحد الدبلوماسيين والشخصيات الأمريكية المتميزة، والذي عاش في ألبانيا من عام 1908 إلى عام 1939، كتب في عام 1922 أن أمريكا هي البلد الأعز، وليس هنالك أي دولة تشارك هذه تشارك هذه المقامة. ولعل هذا الشعور الطبيعي الذي عبر عنه هذا توماس ووندرو ويلسون في خلال المؤتمر السلام في باريس أعطى الاستقلال لألبانيا في عام 1939، عندما خسرت ألبانيا استقلالها بعد الاحتلال الإيطالي وهروب الملك زونغ، والذي تبعه حكم شيوعي وحكم شيوعية امتدت عبر 52 سنة، لم يدخل أي دبلوماسي أو أمريكي للدولة خلال تلك الفترة. ولأكثر من 45 عاما التواصل ما بين ألبانيا والولايات المتحدة كان مقطوعا بالكامل، ومحاولة وبذل الجهود أنور هوجا والحكم
الشيوعي حاول أن يضرب الأمريكيين من خلال إطلاق حملة غسيل دماغ ممنهجة، لكن الألبانيين لم يتوقفوا عن حب الولايات المتحدة، فقد اعتقدوا دائما في سيادة الاقتصاد الأمريكي والإمكانيات العسكرية والروح الديمقراطية والرغبة السياسية والقدرات الدبلوماسية وكذلك الإمكانيات القيادية في حربها لتحقيق مجتمع ديمقراطي. والولايات المتحدة وقفت دائما وكانت قريبة جدا معنا خلال الفترة الانتقالية الصعبة التي مرت بها دولتنا من نظام سياسي يقوم على حكم الفرد الواحد والحزب الواحد إلى دولة متعددة الأحزاب، ومن اقتصاد مركزي إلى سوق حرة، ومن دولة معزولة تماما إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي وتسعى وتطمح إلى الالتحاق بالاتحاد الأوروبي. ولعل العلاقات الألبانية الأمريكية التي وصلت ذروتها في زيارة للرئيس جورج دبليو بوش في 10 يونيو 2007 والشراكة اختبرت وأصبحت أكثر أهمية خلال أوقات الأزمات وأوقات الشك وعدم اليقين. والمشاركة الدبلوماسية الكثيفة من خلال تدخلات عسكرية من قبل حلف شمال الأطلسي، وبعد سنوات خلال البوسنة والهرسك وكذلك بعد سنوات قليلة في كوسوفو، واستقلال كوسوفو يحمل بصمة أمريكا ودعمها. السيدات والسادة، العلاقات الأمريكية الألبانية هي تقوم على علاقات إنسانية قوية تمتد عبر أكثر من قرن كامل، وهي تتسم بالأبعاد المختلفة والسياسة الأمريكية في البلقان وكذلك الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة. ودولتنا وشعبنا يشتركون بقيم ومبادئ مشتركة، وهم على جبهة واحدة في الدفاع عن السلام والحرية والديمقراطية أينما كانت وأينما تواجدت، ولذلك تحالفنا الاستراتيجي وشراكتنا هي قوية وصلبة رغم كل التحديات والصعوبات. ولعل النموذج الألباني للتعايش الديني وقبول الآخرين الذين قد يختلفون عنا، ورغم أننا نشترك في نظرة واحدة تجاه عالم مسالم تعيش فيه كل الأديان والأعراق والثقافات والشعوب بانسجام، والولايات المتحدة بلا شك يجب أن تكون في مقدمة جهودنا تجاه عالم الغد. وهذه الدولة تمثل النموذج الأفضل ل مجتمع خليط حر ديمقراطي متعدد الأعراق متعدد الديانات متعدد الثقافات. وهذا المجتمع الأمريكي بتشكيلته يمكن الولايات المتحدة بأن تعرف أكثر وتعمل على إنشاء الروابط بين الدول المختلفة والشعوب والثقافات في العالم. وفي هذا الإطار وفي هذه الروح أتمنى لهذا المنتدى النجاح ولجميع من تمكنوا من تحقيقه وعقده وأتمنى النجاح لهذه المهمة التاريخية التي تجمعنا رغم اختلافاتنا. شكرا لك.
Thank you very much, Your Excellency. May I now welcome to the podium Ibrahim Boubacar, سعادة إبراهيم بوبكر كيتا, رئيس جمهورية مالي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Altesse et cher frère ami, صديقنا العزيز الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير قطر. Monsieur le Premier ministre, سعادة الوزير الأول وزير داخلية قطر الشيخ عبد الله بن خليفة بن ناصر الثاني. مدام مسيو سيدتي سادتي سيدي رئيس جمهورية ألبانيا, مدام مسيو الشيف دتا لغوفرنمون, رؤساء الوفود, رؤساء الوزارات, ديستينغيز انفيتي, أيها الحضور الكرام, مدام مسيو سيدتي وسادتي, permettez tout d'abord, اسمحوا لي أولا أن أعبر عن تشكراتي الكبيرة جدا لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر على دعوته الكريمة التي وجهها إلي شخصيا لكي أحضر هذا المؤتمر أمريكا والعالم الإسلامي لهذه الموسم لهذه السنة. أنا لم أكن مفاجئا بهذه الدعوة لأنني أعرف كرم الشيخ تميم. Son Altesse nous témoigne considération. سمو الشيخ يحترمني كثيرا ولدي معه صداقة كبيرة جدا وأنا أشكره على ذلك. Et remercier également. أريد أن أشكر أيضا Cher Altesse. سموه سمو الشيخ تميم على كل الذوق الذي أبداه وعلى كل المحبة التي حضاني بها واستقبلني بها في مدينة الدوحة. هذا أيضا مطابق تماما للكرم والقيم الكبيرة التي تعيشها دولة قطر والتي تتجسم في سلوك وفي سياسة الشيخ تميم. سيداتي وسادتي, أمامنا كثير من التحديات في عالم يتغير دائما وأبدا في حراك مستمر, وفورم الدوحة ملتقى الدوحة عرف كيف يحافظ على المجهودات الكبيرة جدا التي يقوم بها لتقريب الشعوب فيما بينها ولكي تتعارف الشعوب مع بعضها وتتبادل الثقافات. إن ملتقى الدوحة عرف كيف يحافظ على أهم الأشياء وأهم الأهداف التي ضبطناها, وهي أولا الرغبة في بناء عالم عادل باعتمادنا على التحاليل المختلفة لكل المكونات وكل الأشياء التي تساعدنا على التأكد من التطور الذي نريد أن نصل إليه. هذا الملتقى يكون اليوم النجاح التام للحوار, حوار الأديان وحوار الثقافات, وكذلك التسامح والأمن والتضامن, وكل هذا في صالح التطور العالمي لكل شبابنا. إنه من المهم ومن الأساسي جدا أن نواصل معا مع بعضنا هذه المجهودات لكي نبني عالما سليما عالما تسوده العدل, وفي هذا النطاق أن نعيش مع بعضنا في الكرامة. هذا يكون الهدف الأساسي الذي نريد أن نصل إليه. كل شعب يكون محترما لغيره ويطبق العدالة ويحارب الفقر والتعاسة. سيدتي وسادتي, نحن نعيش في عالم يتغير دائما مثل ما قلت, والبشرية كلها
مهتمة بهذا الموضوع وخاصة بمشكل الأمن الذي هو مهدد وأكثر من أي وقت مضى. كثير من الحروب الآن تملأ العالم وكثير من الإرهاب يملأ العالم في كثير من الأماكن وهو يصعد في صعود مستمر. ليس يوجد هنالك أي بلد في مأمن من هذا. L'insécurité est devenue une donnée quotidienne qui répand من هذا الخطر. نحن لدينا فرصة هنا بأن نجد حلولا نساهم بها لردع هؤلاء الناس وخاصة الدول التي تحتاج إلى مساعدتنا من ناحية الاجتماعية ومن ناحية الاقتصادية مثل بلدنا نحن الذي هو يشكو الإرهاب ويشكو بعض العاهات الاقتصادية. نحن نحارب العبث ونحارب الإرهاب. لنتذكر أن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام قال في حديث المسلم الحقيقي هو المسلم الذي يسلم الناس من يده ولسانه. إن عدم التسامح هو الذي يغذي الإرهاب وهو معاكس تماما للقيم الإسلامية. وفي هذا النطاق اسمحوا لي أن أذكركم هذه الكلمة لمانويل كانت: العدالة هي احترام الغير واحترام الغير لك، وهذا ما يضمن الكرامة الإنسانية مهما كانت الظروف التي تعيش فيها ومهما كانت الخلافات التي تكون لك مع الناس. أن نخلق ظروف لمحاربة الإرهاب هو التحدي الأكبر الذي علينا أن نواجهه اليوم في سبيل نشر السعادة ونشر العدالة ونشر الأمن. ولا بد أن نكون واقعيين في هذه وبراغماتيين في هذه النقطة بالذات. نحن إذن مدعوون إذا أن نبتعد وأن نمحو خلافاتنا لكي نلتقي في محاربة هذه الآفات. علينا أن ندعم التعاون الجهوي والدولي والمحلي والعالمي، هذا ممكن الآن وهذا مهم الآن في هذه اللقطة في هذه اللحظة، وهذا حياتي جدا. يعني أن الديمقراطية تفرض علينا أن نتحرك تحركات جديدة وتحركات تمكننا من فرض الديمقراطية والعدالة. سيدتي وسادتي، أننا في حاجة إلى السلم وحاجة إلى الأمن في العالم، ولكن منطقة الساحل الذي ينتمي إليها بلدي في حاجة كبيرة جدا إلى السلام وإلى الأمن وإلى في 2012 بلدنا انقسم إلى قسمين، وهنالك فرق من الإرهابيين يعتقدون الإسلام أو يدعون الإسلام، وأكثرهم كانوا مجرمين و كانوا دائما وابدا يريدون فك ويريدون ضرب وحدتنا الوطنية. أنتم تعرفون أننا من أقدم البلدان المسلمين مسلمة، والمالي هو بلد إسلامي من عام 1045 في القرن الحادي عشر، ومنذ ذلك الوقت ونحن أرض إسلام منذ 1045، وأؤكد على ذلك 1045. منذ هذا التاريخ إلى الآن لم يتوقف قدوم المسلمين إلينا من الدول العربية ومن بلد الحرمين الشريفين. إذن أرضنا هي أرض قديمة في الإسلام، متأصلة في الإسلام، ومالي منذ قرون بلد مسلم. نحن لسنا بلد داخل على الإسلام من جديد من عدة سنوات أو حتى عدة قرون، لا، نحن مسلمون منذ عدة قرون عديدة ومتواصلة. وما يقولونه عن انعدام الإسلام أو ضعف الإسلام في مالي خطأ كبير جدا. وتومبكتو هو بلد مسلم، تومبكتو أم الحضارات، تومبكتو أم العلم، تومبكتو
التي فيها مكتبة إسلامية عالمية. هذا البلد، هذه المدينة تومبوكتو، نحن فخورون بها في مالي، كانت على قاب قوسين أو أدنى من أن تخرب من بسبب هؤلاء الإرهابيين الذين تحدثت عنهم. كانوا يريدون أن يمحوا آثار الإسلام في بلدنا، وقد فعلوا من هذا، وقد ذهبوا بكثير من الآثار الإسلامية وحرقوها، ونحن واجهناهم. وأقول لكم أن هذا كان إجراما في حق تومبوكتو. هؤلاء المجرمون تحركوا بخبث من المنطقة الساحلية وحرقوا كثير من الواحات واستقروا في بعض الجبال في المنطقة، وقد استغلوا حسن ضيافة سكان تلك المناطق وانطلقوا منها لكي يقسموا بلدنا، لكي يحاربونا. وبالتوازي مع ذلك وبكل بذاءة حاولوا أن يشقوا البلد وقتلوا أناس وشردوا أناس، وكان هنالك كثير من الضحايا وكثير من المساجين، من الرهائن، أطفال، شيوخ، نساء بدون دفاع. لقد أثبتت الأحداث أنهم لم يكونوا مسلمين أبداً، وليست لهم أي شعور إسلامي ولا شعور حتى ديني عموماً. كانوا مجرمين يرمون أساساً إلى تقسيم مالي بدون أي ضمير. كانت نيتهم أن يقسموا بلدنا وأن يجعلوا من بلدنا مركزاً للإجرام، يعتمد على الإرهاب أساساً وعلى تحريك المخدرات، ترويج المخدرات بجميع أنواعه، ترويجه بين الأطفال وبين الشباب، وهذا معاكس الإسلام تماماً. لقد واجهنا هذه الأخطار، هذه الأخطار وهذه التصرفات التي لا تمت للإسلام بشيء. كانوا يرمون إلى شراء البلاد بالمال وبالمخدرات. كل الأماكن التي كانوا ينشطون فيها هي أماكن الفقراء وأماكن الجهات النائية، لأنهم كانوا يعتمدون على أموال كثيرة. هذا كله حدث في الساحل في مناطقنا، ولكن الآن وغدا لقد حاولوا أن يذهبوا إلى شمال إفريقيا وحاولوا أن ينتشروا في بلدان أخرى. عن قريب سوف نقضي عليهم تماما نهائيا، ولكن حذاري، أنهم انتقلوا إلى شمال إفريقيا وربما يأتون إلى الخليج في وقت من الأوقات، انتبهوا جيدا. كذلك لقد لاحظنا أن في أمريكا هنالك بعض من نشأ في هذه الظروف، ظروف الإرهاب، قد عادوا إلى بلدنا أيضا وبدأوا يتاجرون بالبشر ويتاجرون بالمخدرات، وقد أخذوا رهائن شعبنا رهينة في هذه التصرفات. المسلم لا يمكن أن يكون نائيا، لا يمكن أن ينشر الكره، لا يمكن أن ينشر التفرقة، لا يمكن أن ينشر الاختلاف، لا يمكن أن يسيل دم أخيه المسلم أبدا. في هذين السنتين الماضيتين مالي وجد نفسه، بلدي مالي وجد نفسه مواجها لهذه الحركات الإجرامية الإرهابية ولمروجي المخدرات التي يختبئون وراء الإسلام. هذا الإرهاب يحظى بإعانات خارجية لابد أن نعرفها ولابد أن نواجهها أيضا، خاصة في تجارة المخدرات. نحن نؤكد أننا الآن في حرب شاملة ضد هؤلاء الناس، ضد هؤلاء المجرمين، ضد هؤلاء الإرهابيين. نحن دولة نريد أن نكون
ملتقى حضارات مالي بتومبكتو العزيزة، كان دائما وأبدا بلدا إسلاميا ومهدا للإسلام. الآن بلدنا في خطر سيداتي وسادتي، أرض الإسلام مالي في خطر الآن، وسيبقى دائما وأبدا بلدا مسلم. هؤلاء الناس خلقوا لنا كثيرا من المشاكل وبعثوا شيئا من الشك في بعض الأطفال الذين ولدوا في الإسلام، وحتى من الشباب الذين عاشوا دائما وأبدا مسلمين. لذلك في 2012 هذا النوع الجديد من الإرهاب حاول أن يحتوي شبابنا، وهذا ما دفعنا إلى أن نقف أمامهم وقوفا جديا جدا بقلوب إسلامية وبقلوب يدفعها الإيمان. نحن المسلمون الحقيقيون، وأنتم أيضا مثلنا المسلمون الحقيقيون، نندد ونحارب مثل كل هذه التصرفات. نحن في صف الضعفاء، نحن في صف الفقراء، نحن نريد الوحدة، نريد أن نعين الجميع، نعين الجار ونعين المحتاج. سيدتي سادتي، في محاربتنا للحفاظ على الكرامة واحترام الأديان، لقد سجلنا إعانة أو وقوف المجتمع الدولي كله معنا، المجتمع المدني كله والمجتمع العالمي كله وقف إلى جانبنا، لأنه عرف قيمة الخطر الذي كان يجتاح المنطقة الساحلية لبلدنا ويجتاح القارة الإفريقية ويجتاح العالم. أريد أن أعبر عن شكري لكل من ساعدنا وكل إخواننا المسلمين الذين ساعدونا وحتى غير المسلمين. وأريد أن أذكر أن مجلس الأمن في القرار 2100 قرر مساعدة مالي لمحاربة الإرهاب وإعانة أصدقائنا الذين ساعدونا على تحرير بلدنا. تدخل فرنسا كان مهما جدا وساعد على إيقاف الإرهابيين، ولكن هؤلاء الإرهابيون لم ينتهوا إلى الآن، لم ينتهوا نهائيا، لم نقضي عليهم نهائيا لحد الآن. لذلك أريد أن أقول لكم أن الوضع مالي تحسن لا محالة في الوقت الحاضر، ولكن شيئا فشيئا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المجتمع الدولي الذي ساعدنا كثيرا. ولقد عشنا أزمة كبيرة جدا كنتم شاهدين عليها كلكم. Des élections ont été organisées en juillet et en août 2013. في شهر أغسطس وشهر يوليو 2013 نظمنا انتخابات، وكان هنالك انتخابات نزيهة وحرة وشفافة، وأعطت نتائجها، والحكومة أعطت رئيس مؤقت ثم مجلس شورى أو مجلس برلماني أيضا في نوفمبر ديسمبر في مالي. ونحن الآن نبني دولة ضد الحرب، دولة مع السلم ومع الإسلام. وقد حققنا انتصارا لا يقل قيمة على انتصارنا ضد الحروب التي عانينا منها. لابد العين تبقى دائما تنظر إلى الماضي وتنظر في نفس الوقت إلى الحاضر والمستقبل، ولكننا ننظر أكثر الآن إلى المستقبل ونريد خلقا، نريد مجتمعا خلاقا، نريد مجتمعا ذكيا. نحن لدينا ثقة كبيرة في شعبنا، ولدينا اقتناع كبير جدا أن بلدنا سيجتاز كل هذه الصعوبات وسيعود إلى قيمته وسيعود إلى إشعاعه بالعمل وبالحب وبالإسلام. بلدنا سيكون دائما وأبدا متجها نحو العلم ونحو السعادة ونحو القضاء على الإرهاب
القضاء على الإرهاب في شمال مالي. سوف نحاول أن نسهل كل ما يدفعنا إلى تحقيق كل هذه الأهداف. نرجو نحن عيوننا متجهة نحو الشمال ونحو جو وتومبوكتو أيضا. الهدف أن هو أن نجد أحسن الوسائل التي نقضي بها على الحاجة وعلى نقضي بها على الفاقة في مالي وفي جارنا الصومال. في واغادوغو سجلنا اتفاقا وقعنا اتفاقا عام 2013 به الحكومة تعطي ثقتها التامة في الأحزاب في مختلف الأحزاب وقد حررنا كثير من السجناء الذين ظهرت براءتهم فيما بعد وبنفس النية أنا سميت ممثل لرئيس الجمهورية في متخصص في الحوارات مع كل الأطراف المعنية لكي نصل إلى الحلول عن طريق الحوار وليس عن طريق التصادم. Devions-nous pouvoir effacer paisiblement les stigmates du conflit. وقد بدأنا نمحو شيئا فشيئا آثار الحرب وآثار الاختلافات التي مر بها بلدنا في السنتين الماضيتين. سيدتي وسادتي، منطقة الساحل هي الآن تعيش في فترة غير مؤمنة تماما. Il est caractérisé par une faible densité démographique. ليس هنالك كثير من السكان في هذه المنطقة والظروف المعيشة صعبة جدا في تلك المنطقة. Le Mali occupe dans cet espace sahélo-saharien. مالي هو بلد فيه كثير أكثر من مليون كيلومتر مربع وفي كثير من مناطق الصحراوية ونحن مقتنعون أن الحل الشامل هو الوحيد الذي يخرجنا من الأزمات التي نحن فيها والمجهودات الاقتصادية والإعانات التي ستسمح لنا بأن نخرج من هذا المأزق الذي نحن فيه والذي بدأنا نخرج منه. ونحن نحيي برنامج الأمم المتحدة للساحل المالي وأنا أدعو كل المجتمع الإسلامي والمجتمع المدني بأن يساعدنا في ذلك. إن الإنسان دائما وأبدا يبحث عن السعادة ويبحث عن على تجنب الفقر وتجنب الحاجة وتجنب الفاقة. والمدار أو السياق الدولي الآن فيه كثير من التباعد بين الناس وهذا التباعد سببه الثقافة وسببه الأديان. لذلك أقول أن توحيد العالم في هذين النقطتين يمكن أن يساعدنا على أن نصل إلى عالم أكثر سلاما وأكثر أمنا وأكثر تمازجا في الثقافة. سيداتي وسادتي، علينا أن نبتعد على علينا أن نبعد الأجيال القادمة أن نبعدها عن هذا الورث الثقيل ورث التباعد وورث الفرقة وذلك بحل كل المشاكل التي تعترضنا الآن. لذلك لنجتمع جميعا ولنجمع قوتنا لكي نخلق مجتمعا يحمل الرجاء ويحمل الأمل. هذا هو ما سيسمح لنا بأن نؤكد ونؤمن لمجتمعاتنا القادمة شبابا أو مجتمعا قويا ومجتمعا متلاحما. سوف نجتمع في شهر أغسطس حول الرئيس أوباما لكي نتكلم عن كل هذه المشاكل في بلداننا وفي العالم كله والسلام في العالم كله. أحد حكام مالي في السابق حاول أن يجتاز المحيط الأطلنطي اسمه أبروكاري 2 وقصته معروفة جدا. وقد تحدث عليه حتى بعض الكتاب الروسيون. هذا ما يدلكم على أننا من الأول كنا نرجو ونطمح إلى الوحدة وإلى الاتفاق. سيدتي وسادتي، شكرا جزيلا.
Well, thank you very much to our distinguished speakers this morning. It was an excellent start to help guide us for our discussions in the coming day or two. Please join me in having some coffee and tea for the next 15 minutes, then we will return to this room for our next session. Thank you very much. Thank you very much. نعود لنلتقي بعد ذلك لمواصلة الجلسات هذا اليوم. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، استمعنا معكم وشاهدنا معكم افتتاح المؤتمر أمريكا والعالم الإسلامي بتشريف وحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى، واستمعنا في بداية افتتاح المؤتمر الكلمة الافتتاحية لمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني، وأيضا بعدها استمعنا أيضا إلى كلمة للرئيس فخامة السيد بويار نيشاني رئيس جمهورية ألبانيا، ومن ثم أيضا استمعنا لفخامة السيد إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي. هذا المنتدى، ونرجع أيضا نذكر بضيفنا في الاستديو السيد محمد حجي نائب رئيس تحرير صحيفة العرب. يمكن استمعنا في البداية إلى كلمة رئيس مجلس معالي رئيس مجلس الوزراء، أيضا شاهدنا حضور وتشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ما يعطي أيضا أهمية لمثل هذا المؤتمر. يعني مثل ما ذكرنا في البداية، يعني أنا أعتقد أنه دولة قطر متمثلة بالقيادة حريصة جدا على مثل هذا، فتح مثل هذا الحوار ما بين أمريكا والعالم الإسلامي، واليوم أنا أعتقد خلال جلسة الافتتاح تأكيد لهذا الموضوع من خلال حضور سمو الأمير جلسة الافتتاح. أنا أعتقد أنه هذا تأكيد من قيادة دولة قطر على أهمية وجود حوار استراتيجي ما بين العالم الإسلامي وأمريكا، بحكم أهمية وجود هذا الحوار وأهمية أن يكون هناك أو تكون هناك رؤية واضحة لمحاور هذا النقاش. بالتأكيد طبعا استمعنا إلى كلمة معالي رئيس مجلس الوزراء، أنا أعتقد أنها كلمة كانت شاملة ل أهمية أو أهم المواضيع اللي ممكن تناقش خلال هذا المنتدى على مدى 3 أيام، خصوصا أن معالي رئيس مجلس الوزراء أكد على نقاط مهمة، وهي أهمية مواجهة التحديات التي الآن يشهدها العالم، وأهمية أن تكون الرؤية واضحة في العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي، وأن لا تكون فقط الرابط أن يكون فقط المصالح المشتركة، وإنما أن يكون هناك حوار بناء للمستقبل العلاقات. أيضا أعتقد أنه تأكيد معالي رئيس مجلس الوزراء على موضوع القضية الفلسطينية وأهميتها، وأن يكون هناك حل عادل للسلام، سلام شامل، وأيضا موضوع الأزمة السورية بضرورة أن يكون هناك تدخل لهذا الموضوع من المجتمع الدولي. نعم سيد محمد، يعني نشاهد دائما مؤتمر حوار الأديان، مؤتمر أمريكا والعالم الإسلامي، إيش الرسالة اللي حابة توصلها دولة قطر للعالم من خلال هذه مثل إقامة مثل هذه المؤتمرات؟ يعني أنا أعتقد أنه وجود مثل هذه المنتديات أو المؤتمرات يعني في قطر بحكم وجود المناخ المناسب أو البيئة المناسبة للنقاش، من خلال المشاركات اللي تكون هناك، عندك الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين، من خلال هذه النخبة اللي تكون موجودة، سواء كان من خلال مؤتمر حوار الأديان أو المنتدى اليوم، وأيضا هناك منتديات أخرى. أنا أعتقد قطر حريصة جدا على أن تكون منطلق لوجود أو خلق رؤية واضحة للخطاب مع الغرب. يعني أنت تعلم أنه في الفترة الأخيرة وأيضا من بعد 11 سبتمبر وأيضا خلال الفترة الأخيرة تم تشويه صورة الإسلام في الغرب من خلال استهداف من بعض وسائل الإعلام، وأيضا مسألة المصطلح الإسلام السياسي تم توظيفه بطريقة غير صحيحة. أنا أعتقد أنه تم ربط أيضا خلينا نقول الإسلام
بالإرهاب بشكل غير صحيح. نعم. يعني الإسلام بعيد عن هذا الموضوع بالتأكيد. الإسلام هو دين تسامح والتعايش. نعم. وأنا أعتقد أن الدين الإسلامي يقبل الحوار مع الآخر. نعم. يعني من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع عليه الصلاة والسلام. محمد قبل ما نختم أنا ودي بأبرز التوصيات اللي ممكن خلينا نقول تصدر من هذا المنتدى، منتدى أمريكا والعالم الإسلامي. يعني أنا أعتقد إنه البيان بحكم أنه هو سنويا يصدر منه بيان ختامي. نعم. يكون شامل لأهم جلسات النقاش اللي تتم خلال المنتدى. أنت تعلم هناك جلسات عامة رئيسية وهناك أيضا جلسات نقاش. نعم. بالتأكيد موضوع فلسطين سيحظى باهتمام كبير، وتكون هناك توصيات تؤكد على عملية يعني تفعيل عملية السلام، اللي أيضا دائما ما القيادة في قطر تؤكد على أهمية أن يكون هناك تفعيل عملية السلام. نعم. بالتأكيد أيضا ملف السوري، وأيضا هناك جلسة رئيسية لهذا الموضوع. سيكون هناك أعتقد مطالب واضحة من خلال أن يكون هناك تدخل للمجتمع الدولي في مسألة وضع يعني حل لهذه الأزمة ومعاناة الشعب السوري الشقيق. أيضا الهدف سيكون أو أعتقد التوصية المهمة وهي مسألة استمرار الحوار الاستراتيجي ما بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية برؤية تكون مرضية للطرفين. نعم. ولأن تكون هناك صورة مشوهة للعالم الإسلامي بإذن الله. إن شاء الله هذا ما نتمنى. سيد محمد حجي نائب رئيس تحرير صحيفة العرب، شكرا لحضورك معنا لهذه التغطية. شكراً. الخاصة شكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتنا لهذه التغطية الخاصة لمنتدى أمريكا والعالم الإسلامي الذي كان بتشريف وحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وصلنا معكم إلى نهاية هذه التغطية، في أمان الله.